والإسلام واشتبانا آمين. سبحانه من خالق سبحانه آمين. بفضله علمنا القرآن آمين. نحمده وحقه أن يحمده آمين. ما ظهر الزهر وما طاح الندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا عيالي؟ شو أخباركم؟ طيبين؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير على مواصلتكم في تعلم كلام الله عز وجل وفي قراءة القرآن وفي حفظ كلامه عز وجل. وأنتم تعرفون أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد هو الذي نزل عليه القرآن الكريم، صح يا عيال؟ صحيح. وهو صار أفضل أنبياء الدنيا كلها، هو أفضل نبي وأشرف نبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أنزل عليه القرآن. ومثل ما نقول دائما أن القرآن هو شرف الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان في الدنيا بالقرآن ويرفعه في الآخرة. فإن شاء الله أنتم كلكم بإذنه تعالى من حفظة كتابه عز وجل، وإن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا وفي الآخرة. اليوم إن شاء الله رايحين نقرأ سورة الضحى، نقرأ قراءة جماعية، وبعدين إن شاء الله بنسمع من صالح ومن عبد الله ومن حمد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وإن شاء الله الحين نسمع ولدنا صالح. أول شيء تفضل يا صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما
اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك يا صالح. قراءة ما شاء الله جميلة وحلوة، وأداؤك ما شاء الله طيب، بارك الله فيك. نشوف هذه الآيات يا عيالي، نشوفهم أن كل هذه الآيات في البداية تنتهي بعد بألف. لما تنتهي بألف ما نروح نحط فيها زيادة همزة عقبها، ما نقول والضحى، شوفها والضحى، هذه حسوينا إيش، حطينا همزة في النهاية، صح؟ هذه غير صحيح. نقول بس والضحى والليل إذا سجى، ما نحبس الصوت في النهاية علشان ما تطلع همزة. بارك الله فيك يا صالح. الحين نسمع عبد الله، تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله، قراءتك أيضا مجودة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن، بارك الله فيك. نسمع الحين حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله، بارك الله فيك يا حمد، جزاك الله خير، أيضا قراءتك ما شاء الله زينة، قراءة فيها من التجويد، الحمد لله، الله يبارك فيكم جميعا. وهذه سورة الضحى عيالي، هذه السورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة خاصة بمن؟ بالنبي، أن الله سبحانه وتعالى ما في يوم من الأيام أنه قلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان انقطاع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فكان الكفار كفار قريش يقولون حق النبي ويستهزئون فيه، يقولون له أكو ربك قلاك يعني هجرك، فالله سبحانه وتعالى ما يرضى على النبي، صح؟ فأنزل هذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم استانس وفرح لما قال والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. فنبينا عظيم، دائما لما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيش؟ صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طبعا القراءة كانت جدا جميلة من عيالنا صالح وعبد الله وحمد، بس اليوم كان صالح كان شوية قراءته هي مميزة وصوته عنده، فاليوم المميز معنا صالح ناصر، والبقية كلهم إن شاء الله فايزين ويانا، بارك الله فيكم.